منتشية بانتصاراتها في الشرق الأوكراني، تستعرض روسيا قوتها في بحر البلطيق. تواصل روسيا الحياة كالمعتاد، أو هكذا تظهر على الأقل، 60 سفينة حربية و40 طائرة مروحية في مناورات للتأكد من الجاهزية بحسب وزارة الدفاع. أما التدريبات البرية فتتم في منطقة كالينينغراد بين بولندا وليتوانيا، وفي هذا الموقع رسالة بالتأكيد موجهة إلى حلف الناتو. أما بوتين فالتقى بشباب من رواد الأعمال الروس، قال إنه لن يسمح بتحويل بلاده إلى مستعمرة، وربط الأمر بأن سحب القرار السيادي من بلاده سيؤدي لهذه النتيجة، وهو أمر لن يسمح بحدوثه. بالعودة للناتو ولبحر البلطيق، بدأ الحلف أكبر مناورات سنوية في البحر، ومن المقرر أن تستمر أسبوعا، فيما تبدو مواجهة أخرى من أجل النفوذ. The targets are still on approximately 20.